ايه، لان بنقول له احنا معانا كابتن هشام عزمي، فقال لي لازم اطلع واتكلم عشان هشام. قول يا حلمي قول. تعالى نسمع هيقول ايه. كابتن هشام عزمي طبعا صديق وزميل ملاعب، وشاركنا مع بعض في كثير من المباريات، وطول عمر الكابتن هشام راجل على خلق، وكان في الجيل الذهبي لنادي الزمالك في حراسة المرمى، كان هو وكابتن سمير محمد علي وبعديهم عادل المأمور، وكان من الشخصيات المميزة جدا، هو مهندس كبير يعني، وشخصية محترمة جدا كابتن هشام، من الشخصيات القلائل اللي جم نادي الزمالك على مستوى علمي رفيع وعلى مستوى خلقي رفيع. وعلى فكرة وانا برضو بتربطني بيه علاقة قرابة يعني ونسايب، وهو صديق عزيز جدا، ويعني بعد الملعب وبعد ما خلصنا وبقينا مدربين كان هو المشرف معايا على فريق منتخب الناشئين في اتحاد الكورة، وكان مكان هو عضو مجلس إدارة في اتحاد الكورة، وكنت دائم الزيارة لي عشان ترتيبات الاحتكاكات والمباريات للمنتخب بتاعي كانت بتتم معاه على قدم وساق في مكتبه في مصر الجديدة وفي اتحاد الكورة، ومعرفة جميلة جدا وصداقة جميلة جدا مع الكابتن هشام عزمي الحقيقة يعني. طبعا أنا بتابعه على الفيسبوك على طول، يمكن الاتصالات قلت لأنه مشغول طبعا في شغله وأنا كمان مشغول بشغلي، لكن بقول له يعني أنت من الشخصيات العلامات البارزة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني اللي جم نادي الزمالك واللي احنا اتعاملنا معاهم، واللي بتربطنا بيك علاقات محترمة جدا. ما بنشوفش بعض كتير، ما بنتصلش كتير، لكن انا شايف ان انت واحد من ابرز حراس المرمى اللي جم على مستوى الزمالك وعلى مستوى مصر على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني الحقيقة يعني، تمتاز بالخلق. يعني كابتن هشام عزمي ما افتكرلوش ابدا ان كان في مشكله بالنسبه له او كان عمل مشكله او تسبب في مشكله، ما حصلش الكلام ده، هو لانه راجل متربي وابن اصل وعلى مستوى عالي جدا ثقافيا وعلميا، فاعتقد ان ده نموذج محترم جدا للاعيبه الكوره اللي في الجيل بتاعنا واللي في الاجيال اللي بعد كده. هتقول ايه لابو الاحلام؟ يعني شعور متبادل، وبشكره على الكلام اللي هو بيديني اكتر من حقي. لا ده حقك، لكن انا مبدئي في الحياه احترم الاخرين عشان يحترموني، واحب الناس كلها عشان تحبني من الصغير للكبير، وده احسن استثمار في الحياه ان الواحد يحظى باحترام وحب الناس كلها، دي اهم حاجه. ايه اهم ذكرياتك في نادي الزمالك؟ انت ايه اللي انت فاكرها من الذكريات الجميله اللي انت كنت في نادي الزمالك؟ بص، اي تمرين يعتبر ذكرى حلوه، اي مباراه تعتبر ذكرى جميله. في مباراه كان الاهلي والزمالك بيلعبوا، وكان كابتن فؤاد شعبان الله يرحمه مدرب النادي الاهلي، ايوه، وحصلت خناقه في الملعب مع عبد العزيز عبد الشافي، رجب عبد المنعم كان في الاهلي، ومحمد توفيق وسامي منصور. انا طلعت من الجول جريت، لقيت فؤاد شعبان ورحت جريت بره الملعب ولا لا؟ جريت على الخناقه، على الخناقه، ورحت رايح على عبد العزيز، لقيت الكابتن فؤاد شعبان بيقول له عزيزو خليك مع هشام، وخدت عبد العزيز في حضني وبعدت بيه وهديت الموقف كله، لان النهارده الصوره بتاعت الملعب بس تبقى صوره محترمه، بتتنقل بره في كل الدنيا بره. فانا ما انساش كابتن فؤاد شعبان كان بيبررني كمان في منتخب الجامعات لما اما هنتكلم عليها دي، يعني دي الانسان مواقف. اكيد المواقف دي. النادي الزمالك كان كل الاعداد بتاعتنا اعداد جميله جدا، مع كابتن ابو رجيله كان دمه خفيف جدا في الاعداد بتاعته، كابتن يا كان حسين، مره كنا بنلعب في الاتحاد السكندري الله يرحمه
وكان بيلعب عليه الجارم كابتن جارم عضلاته بالعرض. لا ده عادل بابلي. عادل بابلي كانت عضلاته بالجارم كان ربنا يشفي يا رب. مفيش خمس دقايق لقيت كابتن يا كان قاعد على الارض. قلت له ايه يا كين في ايه؟ قال لي مزق مش شايفه، وهو المزق اصلا ما بيبانش. وخرج من الملعب برضه. في كنا بنلعب في السودان وانا ما بشوفش بالليل في السودان خالص. لا هو اصلا الاضاءه كانت ضعيفه قوي في السودان. جدا في السودان لومط سهاري كان بيلعب على شمعه. طلعت ماسك الكوره لقيت ان الجمهور كله هايص. ببص لقيت مسكت الراجل الفرود راسه وسبت الكوره في الجول. كابتن احمد مصطفى قوم قوم بقى خلاص. من رحلتك في